مع جنات محمد. يا اللي بيتك من ازاز، جنات جايه من مني يا جماعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الشاعرة جنات محمد بنت محافظة المنيا، مبسوطة جدا بوجودي معاكم في مهرجان دولي لطفولة فوق العادة. وبحب أشكر الأستاذ أحمد مرسي شاعرنا القديم، وسوف ألقي على لسان حضراتكم قصيدة بعنوان يا اللي بيتك من إزاز. يا اللي بيتك من ازاز، اوعى تدمن ناس بطوب، اللي ايد فيهم عزاز يبقى احسن لك تتوب. حتى لو بينكم عداوه من شمال او من جنوب، كل ثانيه تعيد في غير وانت غرقان في العيوب. عامل ابنك فيها مصلح، بص في مرايتك ودوب. بكرة تخسر كل شيء تحت بير مليان ذنوب. افتكر وافتكر يوم الحساب، ده الكفن ملهوش جيوب. خلي بالك خلي بالك من كلامك، من عقاب كسر القلوب. وافتكر ربك بيملي لو هتلبس ألف ثوب، مش بيمهل في الحقوق، هو عالم بالغيوب. كل ظالم له نهاية، ياللي أشعلت الحروب. كاس ودايم في كاس ودايم في الضماير، وانت كاس ودايم في الضماير، وادي شمسك في الغروب. وانت يا مظلوم كفاية، وانت يا مظلوم كفاية، اوعى تلجأ للهروب. ادعي ربك كل ساعة، ظلمهم تدعي يدوب. حسبي الله الوكيل، حسبي الله الوكيل، هي سيد فوت يا دوب. دعوة المظلوم رصاصة، ربنا عنك ينوب، ربنا عنك ينوب. شكرا. موفقة يا جنات، ونورتي القاهرة.